لكن ناخد هذه المداخله المهمه مع الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، وبهنيك على الابتعاد عن منطقه الهبوط في الدوري، وان كان احنا واخدين على انبي انه موجود في المراكز مراكز المقدمه. تحياتي يا كابتن كريم، وشكرا على تهنئه حضرتك، ويا رب كده نكون عند حسن الظن في القادم ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده انبي فوز كبير على الاسماعيلي بهدفين، وخلاص حسم امره في البقاء في الدوري. ولكن اول سؤال هساله لحضرتك هو السؤال اللي بيشغلني انا وبيشغل المتابعين للكره المصريه من سنين. احنا مش واخدين على انبي في المنطقه دي، احنا خدنا على انبي ينافس في الامام، ينافس على مراكز متقدمه، ينافس على كاس مصر، احنا مش واخدين على انبي بعيد قوي كده. والله دي حقيقه يا كابتن كريم، ويعني انا ما اقدرش انكر ان كان هناك بعض السلبيات اللي بتحصل، ومنها التارجح في الاجهزه الفنيه. ده سبب دايما عقب اي تغيير جهاز دايما بيحصل، يا اما النتائج تمشي معاك طفره كويسه قوي، يا اما النتائج تنزل معاك بغض النظر عن كفاءه المديرين الفنيين يعني. صحيح. وده اللي حصل فعلا بالنسبه لنا. الاسماء كبيره طبعا، واسماء لها باع طويل في الكوره، ولكن طبعا التارجح ما بين طرق اللعب وبعضيها، والاستيعاب اللعيبه نفسهم، وفي برضه بعض المديرين الفنيين بيبقى صعب جدا جدا ان انت تشتغل من وراهم وتعمل الـ كل اللي انت عايزه. عموما يعني احنا الحمد لله الحمد لله في ترتيب يعني وسطي. احنا ما بنقولش ده الترتيب اللي يليق بالنادي، ولكن الترتيب الوسطي دايما بيبقى ان احنا بنبقى في الامان يعني. الحقيقه احنا لو ربنا كرم في المباراه القادمه هتلاقي عندنا 41 نقطه، ودايما هتلاقيك يعني ما بين الثامن والتاسع والبوزيشن ده. يعني احنا كان دايما برضو الفريق في عز ما كانت الدنيا مستقره جدا كان بيحصل على الترتيبات دي. انبي يعني عندنا ذخيره كبيره جدا ووفره كبيره الحمد لله في قطاع الناشئين. النادي موفرها لنا، مجلس الاداره له دور كبير جدا بقياده الاستاذ ايمن الشريعي في الاستقرار اللي احنا فيه في الوقت الحالي، ودي حاجه كويسه جدا احنا يعني لازم نحسبها لمجلس الاداره. احنا كاجهزه ما احناش مبسوطين طبعا ان انت يبقى ترتيبك متأرجح بهذا الشكل ونتائجك، ولكن احنا يعني الفريق فرط في نقاط كتيره جدا كانت في متناول ايديه. بدليل انت بتكسب زمالك وبتكسب اسماعيلي مرتين، ودي فرق كبيره جدا جدا يعني. صحيح. اجهزه فنيه تقيله ولاعيبه كبار، واخد بال حضرتك، ممكن تخسر في مباريات يمكن ربما اسهل شويه. طب انا سؤال حضرتك، تخسر في ماتشات اسهل. سؤال حضرتك بشكل مباشر، جيرمي بييرا مكمل مع انبي ولا خلاص كده مشواره انتهى مع انبي؟ والله حته التكمله وعدم التكمله ده بيبقى قرار مستر فييرا نفسه، ولكن الاتجاه ان هو يكمل. الاتجاه ان هو يكمل. ان شاء الله يعني. اصل دايما لما هيبقى في جهاز بيتغير وجهاز بيستبدل، اول حاجه هتتقال اللعيبه دي مش لعيبتي. واخد بال حضرتك؟ ايا كان المشاكل جايه منين يعني. صحيح. والكسور جايه منين؟ طبيعي ان حقه يعني عموما يعني. ولكن هيقول لك اللعيبه دي مش لعيبتي، وانا عايز اجيب الكواليتي اللي انا شايفها. صحيح. وعايز ادخل معاك فتره اعداد بنفسي وحاجات كده يعني. انبيكا انبيكا متعودين على كده في الكوره طبعا يعني. طبعا انبيكا اداره فريق، هو من الادارات الذكيه على مدار المواسم الماضيه، يعني بتعرف تشتري لعيبه وبتعرف تبيع لعيبه، تعرف تستفيد ماديا، وتعرف كمان تجيب لعيبه واعده، وعندك كمان قطاع ناشئين كويس. هسالك واحد واحد، ايبوكا خلاص الامور بالنسبه له مستعد لبيعه كنادي انبي؟ بيحكم اي انتقال ثلاث حاجات. اتفضل. الرغبه بتاعه اللاعب، والعرض المالي، والاحتياج الفني. لما الثلاث حاجات دول بيتحطوا قدام مجلس الاداره، مجلس الاداره بياخد القرار الثواب الصحيح في صالح النادي. لما الثلاث حلقات دول بيكونوا مكتملين. لما الثلاث حلقات دول احدهم واحدة أو اثنين ما بيبقوش مكتملين، فأنت بتفاجأ إن القرار يقول لك لا أنا أخليه بدل ما أبيعه بثمن بخس، لا أنا أخليه يلعب معايا وأنا بقيه وأنا المستفيد. صحيح. أنا في كلا الحالات أنا هبقى مستفيد. صحيح. لو إحنا بعنا إحنا هنبقى مستفيدين،
ماديا على اساس ان احنا نقدر نستعوض ونجيب لاعب بديل. ولو انت مش هتبيع يبقى انت مستفيد فنيا من اللاعب وهتوفر ان انت تجيب لاعب اخر. صحيح. الكلام ده كله مهم جدا لكل الانديه عموما يعني. صحيح. في 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 الجوانب اللي زي طيب. بتاعت البيع والشراء. انا بس بسال حضرتك بشكل واضح، ابوكا ماشي ولا قاعد؟ بعد ما اتحط الكلام ده كله. ابوكا عنده عرض من الزمالك وبيراميدز، انا فاهم صح؟ لحد اللحظه بس يا فندم. اتفضل. اولا عروض ابوكا كلها مع رئيس مجلس الاداره. تمام. ومع مجلس الاداره. وان كان هناك عروض لحد دلوقتي عروض غير قويه واعتقد لا تلبي طموح النادي. فالاتجاه لو ما فيش عرض قوي بمبلغ محترم يلبي طموح النادي هيتم الابقاء على ابوكا في النادي. الامر ينطبق يعني. الامر ينطبق على مصطفى شلبي، ما فيش عرض قوي لمصطفى شلبي؟ برضه عروض مصطفى شلبي لو هو يعني انا زي ما وضحت حضرتك يا كابتن كريم، انا فاهم انت هتبيع اللاعب وهناك نيه وموافقه من مجلس الاداره على البيع، دي حاجه كويسه جدا. العرض المالي ايه هو ورغبه اللاعب؟ ما هي رغبه اللاعب بتبقى دايما موجوده طبعا. ايه هو الاحتياج الفني؟ لو فرض ان انت كنادي او كاحتياج فني رحت لرئيس النادي قلت له خلاص احنا ما فيش مشكله ان الراجل يمشي بس هنستبدله بحد يعني، برضه رئيس النادي هيقول لك طب اوكي. طيب في المقابل هل العرض المالي اللي هيعرض على النادي يلبي طموح النادي؟ هو ده السؤال. في الحالات اللي ما بيبقاش زي دي، في الحالات اللي ما بيبقاش العرض المالي قوي ما يبقاش داعي حتى لدراسته. مفهوم. لان ما دام انت معاك لعيب وموقع ومعاك وقعد معاك لفتره وسنين وموجوده والكلام ده كله، بتبقى كفه النادي ارجح. يعني يقول لك ممكن ناجل البيع، ممكن نستنى، ممكن نتامل، انما لما يبقى العرض مغري وجايب لك مبلغ كويس واي نوت ان انت تبيع. ما انت انا عن نفسي يعني مش شايف لعيب في مصر كلها بيلعب موسمين ورا بعض بنفس الوتيره وبنفس القوه. والفروق الفرديه مش كبير ما بين اللعيبه وبعضيها، مش كبيره صدقني. صحيح. هو النادي اللي بيوفر الاجواء جيده، ويعني انا ما بتكلمش على مصطفى بالتحديد والله. مصطفى لعيب كويس ولعيب يعني واعد وينتظر. طب هل انت هل مصطفى يعني هل مصطفى بلغ له هل مصطفى شلبي بلغه كجهاز فني انه عنده عرض من النادي الاهلي او هو وقع للنادي الاهلي؟ مصطفى عارف. لا مفيش حاجه اسمها وقع في النادي الاهلي. يوقع في النادي الاهلي بقى، وقع في الدرع او وقع في السر او الكلام ده كله، بلاش نتوقف عند الكلام ده، لان في النهايه اللي بيقول يروح ويستنى ويقبل النادي طبعا انتقاله هو النادي. فيعني الانضباط بتبقى كلها انضباط بيزنطيه، ليس الا ان دايما لما بيجي لاعب موقف في نادي وبيمضي، ازاي هيمضي وهو في غير فترته القانونيه؟ مظبوط. النادي بيعاقب لو اتعرف الكلام ده. اللاعب والنادي يعاقبه لو الكلام ده اتعرف وكان الكلام ده فيه ادله قويه على وجوده. انما راح قعد او النادي قعد معاه او ابدى رغبه او 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 عشان النادي يدخل فيه بقلب جامد والكلام ده كله، وارد الكلام ده بيكون موجود، بقى ما بحبش اتوقف عنده، لان في النهايه اللي يملك البطاقه بتاعت اللاعب هو النادي الاصلي ليه اللي هو يقدر يبيعه. الحاجات اللي زي دي يا كابتن بتحتاج وقت وبتحتاج تفاوض، ومهم جدا جدا ان انت تقدر تسعر اللعيب بتاعك صح، ومهم جدا جدا انت تسوقه بشكل ايجابي. انا بتكلم هل مصطفى في التوقيت المناسب؟ طبعا يا فندم. هل مصطفى شلبي لو على قيمه مصطفى شلبي، مصطفى شلبي من اهم اللعيبه واميز اللعيبه، ولاعب هداف، ولاعب عنده اختراقات، ولاعب يجيد الاختراق من الناحيه الشمال بطريقه سلسه جدا. صح. جدا. صح. وبيجيب جوال بدماغه، ودايما بيحسم لنا ماتشات كتيره جدا يعني، غير ان هو غير ان اختراقاته برجله اليسرى غير عاديه الحقيقه، وعنده سرعات طبعا سرعه هايله يعني. طيب عايز اسالك على محمود جاد. محمود جاد طبعا خلاص مصر كلها عارفه قصه ويجن الانجليزي. محمود جاد نفسيا ومعنويا بقى ومكمل مع انبي ماشي بشكل كويس، ولا انت قلقان عليه في الموسم اللي جاي لو كمل مع انبي، خاصه ان العرض عرض من انجلترا يعني مش حاجه قليله؟ لو 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 يعني انا رئيس النادي طلع في الاعلام وفسر الموضوع ده اكتر من مره. صحيح. وقال كتير جدا جدا ان العرض اللي يملكه نادي انبي يعني هو عرض، ولكن لحد لحظتنا دي لا يلبي طموح النادي.
ففي الحالة اللي زي دي إذا ما كانش النادي اللي راغب في انتقال اللاعب بيتفاوض على قيمة تانية أو على أسلوب آخر، أعتقد أن الأمور هتبقى متوقفة ومش هتبقى إيجابية. أما أن اللاعب لازم يكون مقدر موقفه، أن اللاعب لازم يطلع وهو طالع لازم يطلع عزيز، لأن سهل جدا جدا أن يبقى عندك لاعب مميز وحارس جيد جدا، يعني مصر كلها بتتكلم عنه زي محمود، وتيجي تروح يعني يجي له عرض تافه تروح سايبه. صحيح. طب هو في النهاية لما هو هيتساب هل ده هيديله دفعة معنوية كبيرة؟ لو انت ناوي ان انت تسيبه ببلاش مثلا، او انت ناوي تحطه في فاترينة معينة او لا، الامور مش كده. محمود لعيب دولي، ومحمود لعيب كويس جدا، واذا ما جالوش عرض في الوقت الحالي هيجيله عشرات العروض لاحقا ان شاء الله. يعني صحيح صحيح. ومحمود بيلعب ومستوى حارس كبير، يعني حارس كبير وحارس محترم. كابتن الكبير كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.